حقيقة الدقيقة أن الدنيا منقطعة، مهما بلغت من جمع الأموال الموت ينهي غنى الغني، مهما بلغت من القوة سبحان من قهر عباده بالموت، مهما بلغت من الاستمتاع بالحياة، يعني دائماً الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وقوة القوي وضعف الضعيف، ينهي كل شيء. أنا لا أتصور أن عطاءً يكون في الدنيا فقط ينتهي بالموت يليق بكرم الله، ما دام العطاء إلهي يجب أن يكون أبدياً سرمدياً، فأي عطاء ينتهي بالموت لا يعد عطاءً يليق بكرم الله. فلذلك هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاها لقارون وهو لا يحبه، أعطاها لعبد الرحمن بن عوف صحابي جليل وهو يحبه، أعطاها لفرعون وهو لا يحبه، أعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه. فهذه الدنيا لا يمكن أن تكون مقياس محبة من الله أو عدم محبة. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذاً الدنيا منقطعة. الآن قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. لو إنسان فرح مثلاً بشيء طارئ وزائل وسينتهي بيكون تفكيره محدود جداً، وإذا الإنسان فرح بشيء ثابت ودائم، يعني مثلاً لو خيروا إنسان بين أن يقتني دراجة له أو أن يركب هذه المركبة ساعة، الدراجة أفضل لأنه باقية. طيب لو خير بين أن يمتلك المركبة أو أن يركبها ساعة من دون سؤال. طيب لو خير أن يركب الدراجة ربع ساعة ويمتلك مركبة فارهة، فهكذا والله وللآخرة خير لك من الأولى وما عند الله خير وأبقى. فلما الإنسان بيختار الدنيا الفانية المحدودة ويزهد في الآخرة الممدودة بيكون أحمق ويستحق غضب الرحمن، لأنه اختار الأدنى، اختار الحياة الدنيا ولم يختر الحياة العليا.